أما الآن إخوة الإيمان فأصحابنا الزميل وليد الحسيني إلى هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد البر بقرية نجوم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة نور، فكما أن النور يستضاء به فكذلك الصلاة تهدي إلى الصواب وتمنع المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة صلة بين العبد وربه، هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. يجد فيها المسلم لذة مناجاته مع ربه، فتطيب نفسه وتقر عينه ويطمئن قلبه وينشرح صدره وتقضى حاجته، وبها يرتاح من هموم الدنيا وآلامها. إن المؤمن الحق هو الذي يسرع متى ناداه ربه منبيا مرحبا، وشعاره سمعنا وأطعنا، فهنيئا لمن سمع النداء ونبى. فمن أراد أن يستجيب الله له فليستجب إلى ربه إذا ناداه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وأعجبني قول القائل إذ يقول: قم للصلاة على فور وفي عجل، واحرص عليها فإن الفارض الله، لا تنشغل بسوى المعبود من عرض، مهما يكن ذلك فالأكبر الله، واترك سواه فأمر الكل في يده، والجأ إليه ففي كل لك الله. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذه الأمسية الدينية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا
وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إن إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قوم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس كأن الله يبسط الرزق
والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين من ومن جاء إليك الكتاب إيه؟
فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله لا إله إلا هو كل شيء ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد البر بقرية نجوم بمركز كفر صقر
بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة صلة بين العبد وربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، حري بنا أن نحافظ على الصلاة وأن نؤديها في أوقاتها. قم للصلاة بلا كسل ولا وخم، واعلم بأن الذي نادى هو الله. قم للصلاة إذا ناداك فارضها، لا تؤثرن على ما أوجب الله. إخوة الإيمان، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء. نبقى الآن مع كلمة فضيلة الدكتور سعيد رضوان من علماء الأزهر والأوقاف. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن المسلم مأمور بفعل الخير كما هو مأمور بالركوع والسجود، فقد قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأمرنا الحق تبارك وتعالى بالدعوة إلى الخير، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وفي الحديث: أنا الله خلقت الخير والشر، فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه. ومن أعظم أفعال وأنواع الخير بناء المساجد، فبناء المساجد من الصدقات التي تجرى على الميت بعد موته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من الصدقات الجارية التي تجرى على الميت بعد، على الإنسان بعد موته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فهذا من الصدقات الجارية: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. ويقول صلى الله عليه وآله: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها،
فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالمال كله يذهب، ولكن ما يبقى هو ما قدمه الإنسان في فعل الخير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر السيدة عائشة رضي الله عنها، فذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، وكان يحب لحم الزراع، فأبقى منها زراعا وتصدق بكلها. ثم قال للسيدة عائشة: يا عائشة، ماذا بقي لنا من هذه الشاة؟ قالت: لم يبق منها إلا الزراع. قال يا عائشة: بل بقيت كلها إلا الزراع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، إلا ما لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. فالذي يبقى هو المال الذي تتصدق به، هو الذي يبقى لك عند ربك. أما ما تنفقه في أكل أو شرب أو لبس فهو يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة بدأ أول ما بدأ ببناء المسجد، وهذا إن دل فإنما يدل على دور المسجد في الإسلام وأهمية بناء المسجد في الإسلام. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. بدأ رسول الله أعماله في المدينة ببناء المسجد، لأن الإنسان إذا صلى في بيته أو صلى في سوقه أو عمله تقبل منه صلاته. إنما هناك معان لا تتحقق إلا إذا صلى المسلم في بيت من بيوت الله عز وجل. إذا صلى في المسجد فصلاة الجماعة تكسب المجتمع صفة الرسوخ وصفة التماسك، وتشيع آصرة الأخوة والمحبة بين الناس بصلاة الجماعة، وتتساقط فيما بينهم فوارق الجاه وفوارق المال، فلا فرق بين غني وفقير، وحاكم ومحكوم، وسيد ومسود، الكل أمام الله سواء. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله عز وجل كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط أي نوع من الجهاد أن تواظب على صلاة الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه،
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف يا ربي بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى وقلوبهم على التقى. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أكو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الدكتور سعيد رضوان من علماء الأزهر والأوقاف، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد البر بقرية نجوم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة نور، فمن أداها في أوقاتها فقد ربح، فهنيئا للمحافظين على الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قم للصلاة بلا كسل ولا وثم، واعلم بأن الذي نادى هو الله. قم للصلاة إذا ناداك فارضها، لا تؤثرن على ما أوجب الله. قم للصلاة إذا ناداك فارضها، واعلم بأن الذي نادى هو الله. إن قيل حي على الصلاة قلت نعم، إن الذي فرض الصلاة هو الله. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. محمد 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 صفوة الباري، محمد محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم. لزمت باب أمير الأنبياء ومن لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. محمد محمد صفوة الباري ورحمته، محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم. مدحت المال
المساكين فزدت قدرا، مدحت المرسلين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحاب. مدحت المرسلين، مدحت المرسلين، مدحت المرسلين فزدت قدرا، وحين مدحتك يا رسول الله، مدحتك اقتدت السحاب. أبا الزغراء، أبا الزغراء، أبا الزغراء، أبا الزغراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. أبا الزغراء سيدي يا رسول الله، أبا الزغراء، أبا الزغراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذ كلامه كتابا. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات الدينية، قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد البر بقرية نجوم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هنيئا لمن ذهب إلى المسجد وأدى الصلاة في جماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قم للصلاة إذا ناداك فاردها، واعلم بأن الذي نادى هو الله. إن قيل حي على الفلاح قلت أجل، إن الذي يفلح المأوى هو الله، فالحول والقوة والأمر في يده سبحانه وتعالى، إنه الله. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية. في الختام لكم تحيات مهندس الصوت أحمد السداوي، ولكم تحياتي محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة ودقيقة واحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.